التصحر هو تعرض الأرض للتدهور في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، مما يؤدي إلى فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي بها، ويؤدي ذلك إلى فقدان التربة الفوقية، ثم فقدان قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي ودعم الحياة الحيوانية والبشرية. ويؤثر التصحر تأثيراً مفجعاً على الحالة الاقتصادية للبلاد، حيث يؤدي إلى خسارة تصل إلى 40 بليون دولار سنوياً في المحاصيل الزراعية وزيادة أسعارها. وحددت الأمم المتحدة 4 حالات للتصحر، وهي التصحر الشديد جداً والتصحر الشديد والتصحر المعتدل والتصحر الطفيف. للتصحر أسباب متعددة، منها العوامل الجوية، حيث تحمل الرياح والعواصف الغبارية الأتربة من الصحاري والأراضي الجافة وتدفعها إلى المدن. ويعد الاستغلال السيء للأراضي كتجريف التربة الخصبة لاستغلالها في صناعة الطوب الأحمر أو في صناعات أخرى من أهم أسباب التصحر. كما أن إزالة الغابات التي تعمل على تماسك تربة الأرض بقصد الاستفادة من أخشاب الأشجار أو من مساحات الأراضي لبناء مدن عليها من أهم أسباب التصحر. وتبقى ظاهرة التصحر من أخطر الظواهر التي تهدد النباتات وتتسبب بانجراف مباشر للتربة، وهنا لابد من تدخل الإنسان الإيجابي للحد منها وعلاجها، وهذا لا يتحقق إلا بتضافر الجهود العالمية.